سعيدة. أهلا بيكم معانا في رحلة جديدة من رحلتنا، رحلة سعيدة. أنا زهرة رامي كابتن هذه الرحلة، وبقول لكم دلوقتي جه ميعاد إن احنا نبتدي رحلة جديدة، وأكيد معانا أسرتين النهاردة مختلفين، هنلعب بقى مع بعض ونقضي وقت زي ما اتفقنا. احنا هنا في البرنامج بنلعب، بنحكي، بنغني، بنطبخ، بنعمل حاجات كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا، بس الأهم إن احنا بنلعب من غير تعصب. مش المفروض إن احنا نبقى بنتخانق مع بعض أو نزعل من بعض واحنا بنلعب، ولو زعلنا لغة الحوار هي اللي المفروض توصلنا لإن احنا نتفق مع بعض. أهم حاجة إن احنا نبقى بنعرف نتكلم مع بعض حتى لو احنا زعلانين. هنلعب النهاردة مع أسرتين مختلفتين، تعالوا النهاردة نتعرف عليهم ونبتدي بقى بأسرة إيه؟ الأستاذة إيه؟ حبيبة؟ أيوة، اتفضلي يا حبيبة عرفيني على نفسك. اسمي حبيبة. أيوة؟ وعندي 10 سنين في جريد 6. ماشي. فاطمة طلبة، عندي 11 وفي جريد 6 برضه. أوكي. أميرة. أيوة. مامتهم. أنا مامتهم. أيوة، شغلتي مامتهم. أيوة، رأيها أهم شغلانة وأصعب شغلانة. وربنا يعينك عليها يا رب. يا رب يا رب. أستاذ طارق فريد. طارق فريد 50 سنة. أي رب الأسرة. رب الأسرة ما شاء الله. حضرتك بتشتغل إيه؟ رجل أعمال. رجل أعمال. أنتوا أسرة من القاهرة. أيوة. أصلكم من القاهرة. أجدع ناس. شبراوية يا فندم. منين؟ شبراوية. أجدع ناس، شبراوية طبعا حبايبنا. أيوة أستاذة ليلى اللي احنا حطيناها فوق ستيب كده عشان تبقى طويلة وأطول من أختها، عندك كام سنة بقى؟ 6 سنين. 6 سنين؟ ماشي أوكي. وعرفينا على نفسك أكتر، بتحبي إيه؟ اللعب. اللعب، احنا هنلعب لعب النهاردة. ماشي أستاذة. جودي طارق. جودي. عندي 9 سنين. برايمري 3 في ثالثة ابتدائي يعني. أيوة. ماشي كبيرة أنت بقى وعقلة. انت العقلة؟ بتخانقوا مع بعض؟ ده ايه الصراحة؟ طب وايه؟ بتخانقوا جامد يعني ولا بتعرفوا تتصالحوا بسرعة؟ لا. الله. ماما بقى بتعمل ايه في الموضوع ده؟ ماما طلع عينها والله. حبيبتي ربنا يخليكي. اسم حضرتك؟ نهى. نهى. 33 سنة. ايوه. مامتهم برضه. مامتهم برضه. بتشتغلي؟ لا لا، ربنا يخليكي. شغلانة مهمة جدا. سيئة قوي. استاذ؟ طارق كمال. طارق. 44 سنة. رب الأسرة. ايوه. هتشتغل ايه حضرتك؟ محاسب. محاسب من القاهرة برضه. من القاهرة. طيب أجدع ناس. عندنا أسرتين النهارده من القاهرة وحماس رهيب جدا، وعندنا 4 بناتيت النهارده، حلقة البنات. ويا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات، هنلعب النهارده حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وعندنا حاجات كتيرة قوي هنعملها. بس خليني أقول لكم إن احنا برنامجنا فيه شوية قواعد لازم نمشي عليها للكبار وللصغيرين. أول حاجة في برنامجنا إن احنا مش هنمسك الموبايل طول الرحلة دي. تاني حاجة، هنرجع كل حاجة مكانها لما نلعب، يعني لو احنا لعبنا وبهدلنا الحاجات لازم نرجع الحاجات مكانها. اوكي يا بنات؟ اخر حاجة بقى، احنا عندنا وسائل مساعدة، لو اتزنقنا في لعبة من اللعب هيبقى عندكم وسائل مساعدة للأطفال يعني الحلوين البناتين. اولا استدعاء ولي امره، ده هيبقى احلى استدعاء ولي ام، او هتغنوا واحنا هنستحمل. اوكي؟ طيب اهم حاجه بقى، ودول الحمد لله انتوا بنات، المفروض ما يبقاش في عنف عند البنات، بس احنا برضو من الرولز بتاعتنا ان احنا ما بنلعبش بعنف خالص، ومفيش خناق طبعا، ده كده كده. فلو اتخانقنا النهارده هنشوف بقى هنعمل ايه بقى يا استاذه ليلى. طيب تعالوا بقى نعرف ايه، نتعرف على بعض اكتر كده ونشوف انتوا عارفين بعض قد ايه، وهيبان كل حاجه على رياكشنات بناتكم. اوكي استاذ طارق، ايه اكتر لون استاذه حبيبه بتحبه؟ البينك. البينك. بينك يا حبيبه. ماشي اوكي. استاذ طارق التاني، احنا عندنا 2 طارق، فايه استاذ طارق بقى قول لي ايه اكتر كرتون ليلى بتحبه؟ سبيستون. لا سبونج بوب. مش هو. تتفرجي على ايه يا ليلى؟ سبونج بوب. سبونج بوب. ماشي اوكي. طب قولي لي ايه اكتر صاحبه لفاطمه؟ انتمتها اسمها ايه؟ مريم. مريم فعلا؟ ماشي. قولي لي انت ايه اكتر اكله جودي بتحبها؟ اكيد عارفه. مكرونه بشاميل. بجد؟ يا تنت على البشاميل الحلو ده. ماشي قولي لي يا حبيبه ايه فريق الكوره اللي بيشجعه بابا؟ زمالك. زملكاوي؟ ولا ايه؟ زملكاوي لابس احمر؟ اوكي. ماشي. قولي لي يا ليلى بابا شغله فين؟ محاسب. لا فين بقى؟ فين في البلد؟ بيروح فين الصبح؟ الشغل. الشغل بيروح الشغل. مش عارفه فين صح؟ ما قلتلهاش قبل كده يا بابا؟ لا مش ما حفظتش يعني. ما حفظتش. قول لها دقي مهندسين يعني فاهمها يعني المنطقه. مدينه نصر. مدينه نصر يا لولا. ماشي اوكي. قولي لي يا فاطمه ايه اكتر اكله بابا بيحبها من ماما؟
اكتر اكله المحشي. المحشي ده بجد؟ واصعب اكله ده حقيقي؟ ماشي محشي فرنب كمان يا ولد على الثقه يعني اوكي. انت بقى قولي لي يا جودي اكتر اكله بابا بيحبها من ماما. محشي برضو؟ ده ايه ده؟ محشي ايه ومحشي كرنب برضو؟ اي حاجه اي محشي ماشي اوكي. قولي لي يا استاذه فاطمه حبيبه اختك انتمتها اسمها ايه؟ لا هي اصلا ما عندهاش مدرسه انا انتمتها. يا طب بجد يا حبيبه يا انا تعاطفت قوي يا حبايبي ربنا يخليكوا لبعض. كم حزين. لا بالعكس ده حاجه حلوه جدا ان اخواتي وهم انتمات بعض. انا ما عنديش اصلا غير واحده بس يعني هم اخواتي هم بقى الانتمات الحقيقي يعني اكتر. برافو ربنا يخليكوا لبعض. طب استاذه جودي ايه اكتر واحده صاحبه ليلى صاحبتها؟ عالية. عالية؟ ايوه صح عارفة ماشي اوكي. طيب واضح جدا ان الاسرتين عارفين بعض كويس واسر مترابطة الحمد لله سو فار لغاية دلوقتي يعني. بس تعالى نبتدي بقى ايه اول لعب على طول ونسخن كده. اول لعب على هادي واحنا واقفين وعندنا شوية حاجات ليها علاقة بالمعلومات العامة والمذاكرة بتاعت حضراتكم اوكي. عندنا كذا لعبة. عندنا انا مين او انا ايه هقول لكم حاجة وانتوا تعرفوا فزورة يعني بتعرفوا احنا بنتكلم على ايه صح وغلط واختيارات اوكي. جاهزين؟ جاهزين. تعالوا نبتدي بانا مين او انا ايه والسؤال موجه للاسره الاولى بسرعه جدا بقى. انا الوقت الاصلي اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم الوقت الاصلي. الوقت الاصلي الوقت الاصلي يا استاذ طارق الفراغ. الوقت الاصلي ساعه 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 يعني 60 دقيقه. لا غلط غلط 90 دقيقه. الاسره الثانيه. انا الوقت الاضافي اللي بيلعب فيه اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم نص ساعة يعني كام دقيقة؟ 30 دقيقة. 30 دقيقة برافو بوينت. هنا السؤال الأسرة دي. أنا الحيوان صديق الإنسان أحب اللعب والمرح وإظهار مهاراتي في المياه. الكلب. في المياه. في المياه. الدولفين. الدولفين برافو. السؤال الأسرة دي في المياه يا أستاذة حبيبة. أنا الحيوان الذي يستطيع العيش في المناخ الأكثر برودة في القطب الجنوبي. دب. الدب القطبي. شبهه غير الدب القطبي. ايه يمشي كده شهاب بيمشي كده البطريق. ايوه شكرا يا ماما. الاسره دي. انا اول من انشا بنك وطني في مصر. من بنك مصر مين هو مين اللي انشاه يعني؟ ايوه من هو ينفع خمسة أربعة ينفع دي سهلة قوي ثلاثة اتنين يا حبيبة واحد طلعت حرب يا جماعة مش ممكن. السؤال للأسرة دي. أنا ملحن مصري لحن النشيد الوطني بلادي بلادي بلادي. أنا درويش صح؟ محاوب. لا لا حاجة درويش. حاجة درويش؟ غلط. دي جت في قلبي أكتر من محمد عبد الوهاب يعني بجد. تمشي عمار الشرعي؟ لا مش لا طبعا هو أستاذ الموسيقار الكبير سيد درويش. حاجة درويش؟ سامحيني مفيش بوينت عامة. طيب اختاروا بقى من عندكم بقى حد يعمل مهمة عشان حاجة درويش دي. رحلة سعيدة. بصوا بقى يا بنات يا حلوين دلوقتي زي ما انتم شايفين في كور كتيرة قوي ألوان حلوة كده بس في كورة مختلفة لونها أزرق موجودة جوه البول ده وأكبر بتاعت هاندبول. كي. اللي هتعرف تجيبها فيكوا الأول هتبقى هي الأسرة اللي كسبانة. هنشجع؟ أوكي. هتشجعوا؟ يلا يلا بينا حبيبة اطلعوا فوق. ليلى ليلى يلا ريدي ستادي جو. يلا حبيبة يلا 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 حبيبة أزرق يلا خش جوه. مين هيجيب الكوره الاول؟ طبعا الكوره اللي بتطلع بره دي هنلمها احنا. يلا حاولوا ما تتلمش. ليلى الناحيه الثانيه. ليلى الناحيه الثانيه. ليلى روحي الناحيه الثانيه. يلا بسرعه بسرعه. يلا شاطره بيبو شاطره. برافو برافو يا بنات. يلا يا بيبو. ليلى الناحيه الثانيه. يلا يا ليلى. يلا يا حبيبه. بيبو ليلى 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 ليلى. فين الكوره؟ تحطي ايدك من تحت وطلعي انزلوا بدماغكم انتوا لابسين نظارات عشان تشوفوا تحت. خدوا نفس بس. خدوا نفس من تحت. خدوا نفس من جنة. يلا حبيبي. ايوه مين اللي هيلاقي الكورة؟ يلا 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 حبيبي. انا شفت الكورة. انا شفتها يا بنات. انا شفتها. انت شفتها. مين فيكم؟ طب انا عايزة اقول حاجة.
بصراحة شديدة ويعني بأمانة شديدة. ليلى لمست الكورة حبيبة مسكتها الأول، وأنا مش هعرف أحسبها لحد فيكم، بس شاطرين جدا جدا جدا. برافو برافو، جيت جوب. تعالوا يلا، تعالوا تعالوا اطلعوا. خلصنا المهمة الأولى في سلام، والاتنين كانوا شاطرين جداً، واحدة وصلت طلعوا والتانية مسكتها بسرعة، بس الحمد لله الموضوع كان ظريف وفي تعاون ما بين الأسر، وبابا حبيبة راح جاب ليلى، والدنيا ظريفة جداً جداً جداً. جاهزين بقى للمرحلة التانية من الأسئلة؟ المرحلة التانية من الأسئلة هتبقى موجهة للبنات، هتقولوا صح أو غلط. لو ما تعرفوش عايزة أفكركم بوسائل المساعدة في استدعاء ولي أمر أو هنغني، أوكي؟ نجهز مع بعض. حبيبة، استخدم المصريون القدماء الرمال في صناعة الزجاج؟ لا. لا؟ غلط. صح. يعني الإجابة السؤال الثاني، القمر مصدر من مصادر الضوء، صح ولا غلط يا ليلى؟ القمر مصدر من مصادر الضوء، صح. القمر يا ليلى يا قمر غلط. غلط طبعا، هي قالت غلط. لا، لانه هي الشمس. ماشي، نفتكر وسائل المساعدة. السؤال الثالث ليه فاطمة، العين هي اسرع عضلة تتحرك في جسم الانسان، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو. السؤال لجودي، الجلد هو اكبر عضو في جسم الانسان، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو. ماما، السؤال هنا، عدد اجنحه النحله يا حبيبه، عدد اجنحه النحله هم اربعه، صح ولا غلط؟ غلط. صح يا حبيبه. صح، متسرعه قوي. اوكي يا ليلى، عدد عظام اسماك القرش سته، صح ولا غلط؟ غلط. صح. صح، غلط يا ليلى. طيب ماشي، متعادلين تقريبا. هنعمل بقى ايه؟ عندنا مهمه ثانيه، بما اننا اخترنا حبيبه وليلى، تعالوا بقى ايه، جودي وفاطمه، ايه رايكم؟ يلا جودي. بصوا بقى يا بناتي حبيبين، تعالي تعالي يا استاذه جودي. حضرتك يا استاذه جودي هتبقي الفريق الاحمر، وحضرتك الفريق الاصفر، اوكي؟ كل واحده تروح عند الدوريات دي. احنا دلوقتي هنخش من الدوريه دي للدوريه دي، وبعدين نجيب الدوريه دي عشان نحطها قدامنا عشان نعرف نخش جواها. لو حد اتلخبط او عمل حاجه غلط هيرجع من الاول تاني. المهم ان انتوا هنشوف مين هيوصل للقمع اسرع. أوكي. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. يلا جو 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 يلا 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 جو. فاطمة فاطمة، بس جودي كملت منهم. شاطرة فاطمة، برافو برافو. شاطرة يا جوجو. معلش يا جوجو. كده خلصنا المهمة التانية، شطارة حلاوة طعامة. جاهزين طيب للأسئلة بتاعت الاختيارات؟ لا. فاكرين وسائل المساعدة؟ وسائل المساعدة. طيب سؤال لحبيبة، شيء إذا ترك في ماء مات على الرغم من أنه مصنوع من الماء، فما هذا الشيء؟ السمك، الثلج، الورق؟ السمك؟ الثلج. فكري. الثلج. الثلج، أوكي. يا ليلى، إيه هو الشيء اللي بيتحرك حوالين الشخص باستمرار وموجود في كل مكان يروح فيه الشخص، وعلى الرغم من كده احنا مش شايفينه خالص؟ برافو، من غير اختيارات يا روحي. برافو يا ليلى. فاطمة، ايه هي الاسرع في اللي جاي، المشي، الركض، الهرولة؟ ايه ده، ايه الهرولة؟ المشي، الركض، الهرولة. الهرولة، الهرولة الاسرع. الاسرع الركض. الركض. عايزه اجابه، ماشي، ركض، هروله. الركض. الركض، برافو. اوكي جودي، ايه الاكثر ارتفاعا، اعلى حاجه، السهل، الهضبه، الجبل؟ الجبل. برافو، شطاره حلاوه طعامه، برافو، بتذاكري كويس يا ماما. طيب كده نبقى وصلنا لغايه نهايه الاسئله بتاعتنا، فاصل بقى ونرجع نعمل شويه حركه وتوازن. جاهزين؟ يلا بينا. جينا بقى لميعاد احلى لعبه بحبها، لعبه التوازن، اللي هو اصلا ما حدش عاده يعني بيعدي فيها. هنشوف الاسره كلها هتشترك في لعبه التوازن دي، ونشوف بقى مين متوازن اكتر من الاسرتين. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين قوي يعني؟ جاهزين قوي. حضرتك المفروض الكره دي ما تقعش
من بق حضرتك او من المعلقه يعني رايح جاي رايح جاي. شفت بقى صعب هيقع كده. هتقع قبل ما تمسكها. انا ولا الكره؟ مش عارف. نشوف نشجع بقى. يلا بابي لسه ما اتحركش اصلا. يلا يا بابي لسه تعدي الشفاف. لا يا بابي وهي في بق حضرتك. يلا يا بابي. يلا يا بابي. بابي بابي بابي. يا بابي وقت يا بابي فرد عضلات. بابي بابي بابي. برافو برافو برافو. يلا يا بابي. بابي قرب يوصل. بابي قرب يوصل. كرة شكلها هتقع. شكلها هتقع. بابي شكلها هتقع. ما وقعتش واحنا رايحين. ربنا يستر علشان واحنا راجعين لسه لسه. امسك نفسك. نمسك نفسك. يا سلام يا بابي. يا سلام يا سلام على الوقفه. ثقه ثقه وكره هتقع. يلا واحد مبتنيش كده. ثلاثه. الله الله على الثقه. خمسه. كوره وقعت عند بابي. يلا يا بابي. بابي يلا. بابي بابي بابي. اسره نايمه بس ممكن بابي متواجده عادي. بابي بده يصحى وكده التوتر يعلى. بابي بيطالب بالجمهور يعلي صوته. بيطالب. شجعوه يا جماعه. برافو. وصل. هنشوف هيتخذ نفس المسار ام لا. يلا بابي بابي. يلا بابي بابي. برافو برافو برافو. الثقة الزايدة. طيب عادة الأمهات بيبقوا أكثر توازنا في اللعبة دي. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. ما تبصيش على الكورة. بصي على حد. ما تركزيش في الكورة. نصايح بقى. اسمعي كلام جوزك بقى في النصايح الإيه؟ ما تركزيش في الكورة. ما تركزيش في الكورة. ركزي في المشي بس. ركزي في المشي. يلا يلا. لا ما تخافيش. ما تركزيش في الكورة. يلا يا ماما. يلا مامي. يلا مامي 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 مامي. ركزي يا مامي. ركزي يا مامي. ارفعي الكورة يا مامي. كورة. ارفعي الكورة فوق يا مامي. برافو يا مامي. والله برافو. يلا تعالي تعالي يا ماما تعالي. انسي بقى ان انا قلت الامهات بيبقوا متوازنين وكده. اه لا لا لا. اه انسي بقى. يلا بصراحه. خير. يلا يلا قوي. بيقولوا لك بالراحه. اولادك بيقولوا لك بالراحه. مامي 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 مامي. ركزي. هتقع ولا ايه؟ ارفعي الكوره لفوق. ارفعي الكوره لفوق يا ماما. مامي اه يا ماما. اه يا مامي. مامي اه يا مامي. مامي مامي مامي. حاسبي يا مامي. حاسبي مامي. صوت انفعالي رهيب عند ماما. مامي برافو برافو. يلا لا مش ممكن. برافو. الله الاسره دي في مشكله في الثقه عندكم. ما بتاخدوا ثقه. عارفه والله ما حدش عندك عدى. انت يا امل. لا مش الوحيد. انت الامل اللي قبل الاخير. يلا بس تشجيع حلو. ايوه تشجيع حلو. فاطمه عايزه تشجيع حلو. فاطمه يلا. فاطمه 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 فاطمه. برافو يا فاطمه. عارفه لو رفعتي بس الكوره لفوق سنه. برافو يا فاطمه جدا. فاطمه ثبات انفعالي وتركيز عظيم. الثقه بقى يا فاطمه عشان دي مشكله الاسره دي. ما تتغريش. واحده واحده. يلا ايوه برافو. ركزها كل النصايح. ماما قالت لها ارفعي الكوره. رفعت الكوره. برافو يا فاطمه جدا. شكلها تعملها. شكلها هتعملها يا جماعه. شكل فاطمه هتعملها. فاطمه شكلها هتعملها. هتعملها هتعملها. برافو برافو. ده حب. ده ماما بتاخده. ده تحية. دي حب. يا عيني على الفرحة. يلا يا جوجو. يلا يا جوجو.
جوجو هنركز هنركز لابسين ايه سيفتي وهنركز اطلعي ستيب كمان بالظبط كده شطوره يا فاطمه نفسك عشان ايوه يا احنا هنشوف يلا يا جوجو عايزين نركز يا جوجو ركز استنوا استنوا بس بتشوف هترفعها ازاي ماشي شاطره يا جوجو يلا يا جوجو مش هتقع معلش يا جوجو يلا يا لولا لولا ايوه الامل وايد مصر في لافلك طب ليلى بقى بقى ليلى بقى بقى هتمسكها ازاي بقى بسنتينها اللي واقعين بقى دول بقى اللي لسه ما طلعوش بدلهم هتحاولي صح؟ ماشي هنشوف هتعرفي؟ طب اقول لك على حاجه يا ليلى انت بقى استثنى ليك انت لو عرفتي تعدي وترجعي من غيرها ماشي عملت لي كده قالت لي ماشي ماشي لولو لولو ماشي لولو ماشي يلا بيبو ما تخافيش خالص ما تخافيش خالص اسمعي كلام مامتك يلا هنلم بقى الحاجات بسم الله الاول يلا احنا بنلم حاجتنا بيبو 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 الله يا حبيبي على التركيز عجبني التركيز بس الكوره ارفعي لفوق سنه ارفعي الكوره لفوق سنه بيبو بيبو برافو على الثبات الانفعالي حبيبي هتعمل زي اختها ولا ايه؟ ما عملتش زي اختها الكورة وقعت من حبيبة معلش عرضة من حبيبة بس كده عندنا فطومة وليلى واحدة 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 عرفوا يعني عدوا بسلام وأمان حبيبة لسه بتلعب خلينا نروح على الفي ار ونرجع نكمل لعب وحاجات حلوة كتيرة جدا 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 ونقول الحمد لله ان التكنولوجيا دخلت حياتنا عشان بتعمل لنا لعب حلوه كتيره جدا ما كانتش على ايامي انا وانا صغيره بس على ايام الكتاكيت الحلوين اللي بيجوا لنا في رحله سعيده عاملين حساب الموضوع ده كويس قوي وعندنا لعبه حلوه قوي بنعرف نتحرك فيها ونعمل مجهود لذيذ جدا جودي واقفه لابسه لبس او الادوات بتاعت الفي ار وجاهزه عشان تلعب اللعبه اللي معانا جاهزه يا جودي جاهز. جاهزين تشجعوا جاهزين يلا يا جودي يلا ريدي ستادي جو دوسي بلاي جودي مفروض انها جوجو ايوه تخبط الظهر ده وكمان حازم يا جوجو جودي ايوه حازم يا جوجو برضه انا بقى عايز يا جوجو ايوه كده يا جوجو جودي جودي معاكي ماشي جودي 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 برافو جودي برافو جودي بجد برافو ايوه على بعض دول واحده هنا واحده هنا حاطه مع واحد برافو يا جودي شاطره يا جودي شاطره يا جودي بجد واو لا برافو يا جودي بس برافو والله العظيم شاطره يا جوجو عايزه بقى تشجيع كبير في ايه خضتيني يا فاطمه ايه الحماس ده برافو هو دي ذيس از ذا سبيريت فين بقى يا جماعه الناس الناس فاطمه فاطمه بتطالب الجماهير انها ايه يلا فاطمه تشجعها يلا بينا يلا 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 يا فاطمة فاطمة برافو فاطمة داخلة بحماس وتركيز حازية يا فاطمة أيوة يا فاطمة حازية يا فاطمة تاني برافو يا فاطمة حازية يا فاطمة تالت برافو يا فاطمة الله 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 أنا ليه بنزل معاكم يلا أيوة برافو يو شمال برافو برافو حازية يا فاطمة تالت وات يا فاطمة فاطمة وقعت معلش 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 يا فاطمة بس عادي حاولتي برضو والله حاولتي حلو يعني شاطرين متعادلين البنات النهارده وكل حاجه متعادله جدا روحي يا فاطمه مكانك طيب دكتور يا فاطمه برافو هروح انا بقى العب شويه في ار كده وتعالوا كلنا نروح نسمع حدوته جديده من حواديت ماما سماح ونرجع نكمل اللعب مش كده يلا بينا رحله سعيده
بكل أصحابنا أصحاب رحلتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح. برحب بيكم أولاً، وبرحب كمان بأصحابي الموجودين معايا النهاردة. وحكاياتنا النهاردة هنتعرف فيها على ولد جميل قوي اسمه حمادة. حمادة صانع السعادة. حمادة ولد طيب وشاطر، كل يوم الصبح يصحى بدري مع زقزقة العصافير، ينزل الشارع ومعاه الجرايد، وبسرعة يجري في كل مكان عشان يبيع الجرايد بتاعته. يروح قدام المدارس، يروح قدام النوادي، يروح العمارات، وكل واحد يطلب جورنان يجيبه له حمادة على طول. كل الناس كانت بتحب حمادة لأنه شاطر وأمين وسريع، وآخر اليوم يرجع حمادة لمامته ومعاه الفلوس اللي باع بيها الجرايد. مامته تتبسط منه لأنه هو كمان في أجازة الصيف بيساعدها وبيحاول إن هو يشاركها، إنه أي حاجة هي محتاجاها أو أي حاجة هو حتى محتاجها يجيبها لنفسه. يوم بعد يوم يا أصحابي حمادة لاحظ حاجة غريبة جدا، يمشي زي ما كان بيمشي، يجري زي ما كان بيجري، يروح كل الأماكن اللي كان بيبيع فيها الجرايد، محدش خالص عايز يشتري منه الجرايد خالص. إيه اللي حصل؟ ليه الناس مش عايزة تشتري الجرايد؟ لف كتير حمادة وتعب، وفي الآخر قعد يرتاح وقال أنا لازم أعرف السبب. مسك أول جورنان وفتحه وبدأ يقلب كده في صفحاته ويبص يقول ياه إيه ده؟ إيه ده؟ الأخبار في الجرايد كلها عن الحرب، الولاد دول زعلانين كده ليه؟ وهنا بنت بتعيط، وهنا ولد بيترعش من البرد، وهنا ولد تاني كله عرق من الحر وبيوتهم وراهم مكسرة. يا خبر. عموماً الحمد لله، الحمد لله إن أنا عايش في أمان وسلام، حتى لو مش بقدر أجيب كل الحاجات اللي أنا عايزها، لكن في الآخر أنا بلد بتاعتي ما فيهاش حرب وما فيهاش حاجات متكسرة، وعايش مع ماما في بيتنا في أمان، محدش بيضايقني ولا بيزعجنا. بس هل ده معناه بقى إن حمادة يتفرج على الولاد دول وما يحاولش يساعدهم؟ آه طبعاً لازم يساعدهم؟ طب ازاي يساعدهم؟ بألعاب. بألعاب؟ اكتر حاجه بتفرح الاطفال ايه؟ الألعاب. اكتر حاجه بتفرح الاطفال اللعبه الحلوه. فكر حماده طب اعمل ايه اعمل ايه. قعد شويه وقال اشوف انا معايا كام في جيبي. طلع حماده القروش القليله اللي معاه في جيبه، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه. طلع كل القروش اللي معاه وبسرعة بسرعة جاري راح على المكتبة. فكر كده وقال أنا هشتري مقص وألوان وخيوط ملونة. يا ترى بقى هيعمل إيه حمادة بالمقص والألوان والخيوط الملونة؟ فكروا بقى كده يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ الألعاب. يعمل ألعاب. الألعاب دي هيعملها من إيه؟ من ورق الجرايد. بدأ حمادة يمسك أول ورقة في الجورنان ويقصها ويقول إيه؟ الولد ده حران، أنا لازم أعمل له حاجة تخليه ما يبقاش حران. أعمل له إيه؟ إيه؟ يعمل له مروحة. قص ورق الجورنان على شكل مروحة، حطها جنب الولد، وتخيل إن الولد مسك المروحة وقعد يهوي بيها. يا سلام، أخيراً ابتسم بعد ما كان عرقان وزعلان وحران. بنت تانية واقفة زعلانة، بيتها اتكسر وبتعيط، طب أعمل لها إيه؟ أعمل لها إيه عشان تبقى مبسوطة؟ يعمل لها إيه؟ بيع. يعمل لها لعبة على شكل إيه؟ بيت. عروسة. عمل لها عروسة، قص الجورنان على شكل عروسة حلوة ولونها بألوان حلوة، وعمل لها فيونكات حلوة في شعرها وحطها جنب البنوتة. اتخيل إن البنوتة مسكت العروسة حضنتها وطارت لفوق 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 وعملت له باي باي. أنا مبسوطة النهاردة يا حمادة عشان أنت خليتني أضحك بعد ما كنت زعلانة وحزينة. ولد تاني برضو واقف وعمال يعيط 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 ويدور على بابا ومامته مش لاقيهم، ويبص في السماء راحوا فين. فكر حماده وقال ايه اللي بيبقى موجود في السماء ممكن الولد ده يفرح بيه؟ طياره. قص حماده الجورنان على شكل طياره وحط لها الخيوط بتاعتها ولونها بالوان جميله، حطها جنب الولد. الولد مسك الطياره وطار وعمل له علامه النصر. انا بشكرك يا حماده، انت النهارده رجعت لي السعاده. يوم بعد يوم يا اصحابي حماده اتعلم حاجه جميله قوي. اتعلم بقى ايه؟ اتعلم يعمل لعب من ورق الجرايد. بدل ما كان بيبيع الجرايد بدا كل يوم يقص الورق ويعمله لعب. عمل طيارات الولاد طيروها في السماء، عمل مراكب الولاد عوموها في البحر، عمل كمان وشوش حلوه خالص للاولاد يلبسوها ويبقوا مبسوطين ان هم بيلعبوا مع بعض، كل واحد لابس وش
وكل واحد عايز يشوف صاحبه عرفه ولا لا، حاجات كده ايه لطيفه تخلي الاولاد يبقوا مبسوطين. كل الاولاد كانوا فرحانين بحماده عشان حاجه مهمه قوي، عشان هو لما حصلت له مشكله والجرايد ما بقتش بتتباع ما وقفش ساكت وعيط وقال انا خلاص مش هعرف اشتغل، لا حماده فكر وعمل حاجه تانية يستفيد بيها برضو من الورق، وعلمته مهاره جديده. يعني ايه مهاره جديده؟ يعني حاجه جديده يقدر يعملها ما كانش قبل كده بيعملها. طب ليه بقى هو اتعلم المهاره دي؟ عشان ايه؟ عشان ربنا، عشان يساعد مامته، عشان يساعد مامته، وعشان كمان يساعد مين؟ الاطفال اللي موجودين في صفحات الجورنان. يعني احنا لما نعمل حاجه كويسه بقصد ان احنا نسعد حد، ممكن ربنا يخلينا نتعلم حاجه جديده خالص ما كناش عارفينها. كمان حاجه عايزه اقول لكم عليها، الحاجه اللي بتفرحنا لازم تبقى حاجه غاليه؟ لا لا، لازم تبقى حاجه كده بفلوس كتير؟ لا، مش ممكن حاجه بسيطه خالص، ورده، لعبه، حتى ورق، حاجه بسيطه زي دي تخلينا نبقى فرحانين؟ يعني السعاده موجوده حوالينا، بس مش دايما السعاده تبقى لعبه. يعني السعاده لعبه، بس اللعبه مش لازم تكون غاليه عشان تسعدنا، صح؟ مش لازم نلعب بفلوس، بفلوس بس مش لازم فلوس كتير، ممكن فلوس بسيطه نجيب بيها لعبه نبقى فرحانين بيها. والاحلى بقى لو عملنا احنا اللعبه بايدينا، يعني قعدنا لونا، رسمنا رسمه حلوه، عملنا شكل حلو، عملنا زي حماده كده وشوش ولوناها، عملنا لاصحابنا في عيد ميلادهم هدايا احنا عملناها كده بايدينا، دي بتبقى حاجه حلوه بتبسطهم، واحنا نبقى فاكرين ان هديه اللي قدمناها لصاحبنا احنا اللي كنا عاملينها مش شاريينها. يوم بعد يوم كل اصحابه وكل الناس الجيران بقوا بيقولوا جه حماده، حماده صانع السعاده، حماده اللي خلانا كلنا مبسوطين وفرحانين بحاجات بسيطه خالص بيعملها، بس هو لانه بيحب يسعد اللي حواليه وشايف انه السعاده ان احنا نسعد الناس اللي بنحبهم ونخليهم فرحانين. ايه رايكم بقى في حدوتتنا؟ جميله قوي. ايه رايكم في حماده؟ حلوه. طب لو انتوا عايزين كده تقدموا لحماده هديه تعملوا له ايه؟ تقولوا ايه؟ ها؟ إيه اللي ممكن نجيبه الحمادة نخليه فرحان؟ لعب. لعب ممكن نعمل له لعب احنا كمان زي ما هو كان بيعمل لعب؟ اه. ها؟ ها؟ يعني هو عشان عمل حاجات نعمل له بيت. نعمل له بيت، هو عشان عمل حاجات حلوة ربنا خلاه يبقى عنده حاجة جديدة يعملها ويكسب برضه فلوس منها. في الأول بقى حمادة على فكرة ما كانش بيبيع الحاجات اللي بيعملها، كان بيديها هدايا لأصحابه، لكن أصحابه يوم بعد يوم قالوا لا احنا لازم كمان احنا نساعد حماده، لما يدينا لعبه نديله فلوس من المصروف بتاعنا عشان احنا كمان نساعده. اصحابي دي كانت قصتنا النهارده، حماده صانع السعاده، اتمنى تكون عجبتكم، انا مبسوطه منكم ونفسي دايما انتوا لو تقدروا تسعدوا حد تسعدوه ولو بحاجات بسيطه، لان السعاده جميله، ويا رب كلكم تبقوا مبسوطين وسعداء، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سمح. جينا بقى الالعاب الترابيزه اللي احب افكركم الساده المشاهدين اللي في البيت وبيتفرجوا علينا ان انتوا تقدروا تعملوا كل الالعاب بتاعه الترابيزه دي عندكم عادي على ترابيزه السفره، كلها حاجات موجوده عادي جدا. دي ميكانو يا بنات، واحنا عاملين بيها زي متاهه. اوكي دلوقتي التحدي او اللعبه اللي عندنا، يعني كل واحده فيكم هتمسك طبق اتفضلوا، وكل واحده فيها فيكم معاها كوره، الكوره دي هتبقى هنا اهو والكوره دي هتبقى هنا اهو، وكل واحده فيكم هتهوي بالطبق، هتهوي مش هتلمس، لو لمستي هترجعي من الاول، هتهوي الكوره وتحاول انها تدخل الكوره ونشوف مين فيكم اللي هيوصل للنص اللي هي الحته اللي في النص دي الاول. اوكي جاهزين يا بنات؟ جاهزين. فاهمين هتعملوا ايه؟ اه. يلا بينا، ريدي ستادي جو. يبقى ما تهويش قوي، برافو جودي دخلتها في اول حته. حبيبه دخلت جوه البوكس الاول برضو، حبيبه لازم نخش من هنا نشوف فيكو اسرع. هو انتوا مش واكلين ولا ايه؟ هو برافو حبيبه، قربت توصل حبيبه، مع ان جودي كانت اللي باديه هي اللي كسبانه، ولكن حبيبه هي اللي كسبت في اللعبه دي. يلا بينا نروح على اللعبه الثانيه على طول هنا برضو على الترابيزه. مين ما
بيحبش اكس او، كلنا لعبنا اكس او كبار وصغيرين صح؟ أه. بس احنا هنا عندنا اكس او بشكل مختلف على الترابيزه بتاعتنا، معانا الماميهات اميره ونهى، كل واحده هتحاول انها تبقى بتقلب الازازه، لو الازازه وقفت هتتحرك فاطمه او هتتحرك ليلى، ما وقفتش هتفضلوا في مكانكم وهنشوف في الاخر بقى الإزازة. مع معاكي الازازه، جاهزين يا ماميهات؟ يلا بينا خشوا على طول. ما وقفتش ما وقفتش. الله يلا واحدة ماشي يلا ها وقفت يلا حطي يا ليلى فين يا ليلى حطها هنا هنا اللي جنبيها هنا ماشي يلا ماشي يا وقفتها لك يا ليلى ماشي لو هي كسبت وقفت لو وقفت فاطمة هتكسب وقفت كسبوا فاطمة كسبت يلا اللي بعده نشوف اللعبة اللي بعدها على الترابيزة يلا بينا من العابي المفضله بقى بصوا بقى هنعمل ايه في اللعبه دي زي ما انتوا قدامكم كده كوبايات زي ما انتوا شايفين والمفروض ان احنا نلم كل الكوبايات دي على بعضها بس هنلمها ازاي هوريكم كل واحده هتبقى معاها بالونه امسك البالونه كده اهو وتنفخ جوه كوبايه كده اهو وتحطها في الكوبايه دي فهمتوا حاجه هنجمعهم بقى كده اهو وكل واحده هتاخد البلالين بتاعتها اتفضلي بالونه حضرتك بالونه صفرة حضرتك بالونه حمراء علشان ايه الروح الرياضيه ومفروض ان احنا نجمعهم كلهم عند الكوبايه دي فانت هتاخدي الكوبايه دي وتروحي تحطيها هناك وبعدين دي وتروحي تحطيها شوف بقى مين اللي هيخلص اسرع من غير لما يوقع الكوبايات جاهزين 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 نفسكم قوي طب يلا بينا استنوا لما لما دول كده عشان نعرف نشجعكم صح ونقول ريدي ستادي جو الله 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 على الله يا حبيب يلا يا جودي انفخي 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 يا جودي انفخي يا جودي انفخي يا حبيبه دخلت الثانيه والثالثه يلا يا جودي ما تمسكيهاش بايديكي تقعي ليه وتقع ليه لا انت هتنفخيه وهي جوه بصي انفخيه وهي جوه عشان تعرف تمسك عليها بالظبط انفخي انفخي يا جودي شيلي بقى شيلي برافو برافو يا عيني ماشي برافو جودي حبيبه قربت تخلص يا جودي عرفنا ازاي يلا بقى بسرعه برافو حبيبه اتقان تركيز حبيبه 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 ما تمسكيش بايديكي برافو يا جودي لسه حبيبتي بتحاول تستراجل ازاي تنفخي طب شجعوا جودي بقى يلا يلا يا جوجو جودي انفخي يا حبيبتي جوه وش كله جوه الكوبايه انفخي ايوه يلا انفخي كمان انفخي كمان بصي امسكي البالونه دخليها جوه انفخي لغايه اما تبقى كبير لا تعالي يا جودي حبيبه خلصت ماشي حبيبه خلصت بس انا هفضل وراكي لغايه اما تعرفي تعملي واحده يلا اعمليها جوه يلا ها ها ايوه ها جايه اهي هنشيلها والله اللي هتشيليها يا جودي ايوه اهو برافو برافو انفخي مفيش نفس خالص الحمد لله عرفت تعمل واحده بس طبعا حبيبه هي اللي كسبت يلا اللي بعده يلا اللي بعده طبعا بعد التشاور اللي احنا اتفقنا عليه كل اسره اختارت من عندها حد اختاروا ليلى من الفريق ده واختاروا فاطمه من الفريق ده والتحدي ده المفروض ان هو تحدي سهل كل واحده فيكم قدامها كور صغيره كور بينج بونج والمفروض ان كل واحده تحاول تحط كوره من جوه الكاب يعني جوه الكوبايه من الكوبايات دي اللي هتحط كوره جوه كوبايه هاخدها هنشوف بقى مين اللي هيتبقى عنده كوبايه اخيره اوكي جاهزه يا ليلى اكيد قول افرض ما دخلتش هتاخدي الكوره ولا هتفضل عادي لا خلاص هتبقى اوت لازم تخش عشان ابقى انا باخد الكاب وتبقي انت سجلتي بوينت اوكي جاهزين؟ جاهزين انا شاكه فيكي جاهزه ماشي اوكي يلا بينا ريدي ستادي ستادي خدوا الكور في ايديكوا اند جو الله ولا اي حاجه يلا اللي بعد الله ولا اي حاجه برضه الله ماشي بالراحه عارفه لو عملتوها بالراحه لو بالراحه هتيجي اكتر
ها آه. حبيبه دخلت واحده برافو ها براحه يا حبيبه برافو حبيبه عرفت التكنيك شويه ليلى دخلت واحده برافو براحه يا ليلى دخلتي واحده برافو ماشي ليلى شاطره انت بتضحكي على ايه يلا يلا اه ليلى دخلت الثانيه برافو حبيبه اه فاضل اتنين هنا واتنين هنا مين فيكم اللي هتكسب يا ترى مين فيكم مين فيكم اللي هتكسب دخلت اه دخلت حبيبه فاضل لك كوبايه ليلى كمان فاضل لكم كوبايه واحده ركزوا ركزي يا ليلى ركزي ركزي خدي ركزي خلصتي الكور اللي عندك ركزي ركزي اتفضلي ها انا اللي عندي كده خلصت ركزي خلاص انا هجيب لكم كوب يلا اهي خدي ركزي ما فيش خد دخلت حبيبه اللي كسبت برافو حبيبه كانت حلوه وانما انت اللي تعمى وانت اللي قمره بكده بقى نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول يعني من رحلتنا واستنونا بكره في الجزء الثاني رحله مستمره مع نفس الاسرتين اسره حبيبه وفاطمه ومامتهم وباباهم واسره ليلى وجودي ومامتهم وباباهم يا رب تبقوا انبسطتوا زي ما احنا انبسطنا انبسطتوا جدا وانا انبسطت قوي قوي قوي